رسالة موجهة. خلال الأيام الماضية كان الحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية حديث المستخدمين عبر منصات التواصل بقوة، حيث انطلقت هذه الشرارة من اعتصام طلاب جامعة كولومبيا في ولاية نيويورك، والذين كانوا يطالبون بقطع استثمارات جامعتهم مع شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي. ولكن في نهاية الأمر قررت قوات الشرطة الأمريكية اقتحام الجامعة وفض الاعتصام بالقوة، واعتقل عدد من الطلاب الناشطين في هذا الاعتصام. ولكن هل انتهت القصة عند ذلك؟ هل غفل الطلاب عن الجرائم الإسرائيلية؟ الإجابة لا، والدليل على ذلك مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لطالبة من جامعة كولومبيا قررت أن تتسلم شهادة تخرجها ويديها مكبلة، وليس ذلك فقط، بل قررت تمزيق شهادتها اعتراضاً على ما فعلته إدارة الجامعة مع زملائها في الاعتصام. لنشاهد. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني.